السلام عليكم متتبعين قناة بريستيطوان، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من ميكرو تروتوار. هذه الحلقة هذه خرجنا سقسينا الناس على آخر مرة تسرقتي فيها، شنو تسرق لك وفين، واش لا أجوبة سمعنا، خليكم معنا. سرقوا في المحطة وسرقوا لي الفلوس، ولكن طبلت إمام هذا حصل لي، خلصتو مليح. فوقاش تجي الحاج تقريبا؟ لا قال خربي، لا بزاف في الوقت. اول مره نتسرق واخر مره، وما كتحسبش شي سرقه، هذيك تسمى شمتة. كنت ناعس، المهم جابت شي ظروف، كنت ناعس ضرب الزنقه في الشارع، المهم الرجال هذيك تسمى يعرفوه، ضرب الزنقه ناعس. الحاجه الوحيده اللي كتونسني هي التليفون، التليفون ضربه بالجيم عامل فونيس، المهم داتني عيني. شنقول نوض في الصباح ما كانش بارشي التليفون، حق مرضي الوالد خلالي الفونيس كان اي الله بر. المهم هادي اخر مرة تسرقت فيها، كتسم شمتة ماشي سرقة. واحد النهار غيكون مع ماشي الدراري ديالي ناعسين في الملاح، وداو لي واحد 30,000 فرنك. وبديك الوقت هذاك كنت باقي عزري، وديتهم البوليس عباد واحد اللي لابس كبوسانين مشى لوكيل الملك وتقولوا الله يسامح له الله يسامح له الله يسامح له. السلام عليكم وتحيه الاخوان ديالنا، نظر القضية السارقه وكريزي. وصراحه انا عمري تسرقت، سرقت انا في الحي كوديا، كنت هيدا كتما هيدا جالس، وجا عندي جا عليا واحد مراطاري ودالي التليفون، هاد السيد هذا كان معايا حاضر راه داو له التليفون، قد تعداو عليك راه.